موجز الأخبار المحلية مع زينة كرم عشر الأوسط 14.50 AM كندا لن تسلح المعارضة في سوريا وهاربر ينتقد بوتين بشدة أطوى تخصص 100 مليون دولار للأردن لدعم اللاجئين السوريين الاختبارات الجديدة للحصول على الجنسية الكندية أصعب من السابق ووزير الهجرة يحاول إيجاد حلول صباح الخير في ظل ازدياد حدة الضغوطات الدولية التي تمارس على النظام السوري وحليفه الروسي استبعدت أمس الأحد كندا فكرة تسليح المعارضين لنظام بشار الأسد وأكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في إطار مؤتمر صحفي عقده في مدينة دبلن قبيل افتتاح قمة مجموعة الثماني أن كندا لن تسلح المعارضة السورية في الوقت الراهن وبذلك يرفض هاربر أن يحذو حذو الولايات المتحدة المتحده الامريكيه التي اعلنت يوم الخميس الماضي انها تود تسليح بعض الجهات المعارضه في سوريا كما اكدت فرنسا وبريطانيا انها هي الاخرى تفكر في امكانيه ارسال معدات عسكريه بعد ان حصلت على تاكيدات مفادها ان النظام السوري الحالي قد استخدم الاسلحه الكيميائيه. وفي إطار مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نظيره الإيرلندي انتقد هاربر وبوضوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين علما أن روسيا تدعم نظام بشار الأسد وبأن الحرب الأهلية أدت لغاية الساعة إلى سقوط أكثر من 93 ألف ضحية واكد هاربر انه لا يعقد امالا كثيره على نتائج قمه الثماني لان بوتين وحكومته يدعمان نظام الاسد لاسباب لا مبرر لها. واكد هاربر على ضروره تغيير النظام الحالي في سوريا وعلى الرغم من ان كندا تدعم حلفائها في هذه القضيه انما المساعدات الكنديه ستبقى في الاطار الانساني. واشار رئيس الوزراء الكندي الى رغبته في رؤيه معارضه اكثر تمثيلا في سوريا واقل تعصبا وطائفيه في سياق متصل خصصت كندا مبلغ 100 مليون دولار للاردن لدعمها في مواصله الاستقبال المؤقت لالوف اللاجئين السوريين الذين يعبرون الحدود هربا من الحرب الاهليه في بلادهم. واكد وزير الخارجيه الكندي جون بيرد من الاردن ان التحديات التي تواجهها الاردن ان من حيث الاقتصاد او المجتمع او المشاكل الامنيه هي تحديات هائله ولابد من التاكد من ان التعاطف الاردني مع الشعب السوري لا يؤثر على مستقبل البلاد، واكد الوزير الكندي ان هذه المساعده الكنديه من شانها دعم الاردن على مواجهه تدفق اللاجئين السوريين فضلا عن المساعده لمواجهه امكانيه استخدام الاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه ولتعزيز مكافحه الارهاب وتعزيز النمو الاقتصادي، وتمتد المساعده الكنديه على مدى ثلاث سنوات وستطال عددا من المشاريع التي ستخضع للتقييم خلال الاشهر المقبله. التقى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بنظيره الايرلندي اندا كيني في دبلن عشيه افتتاح قمه مجموعه الثماني وتباحث الزعيمان حول المسائل المتعلقه بالتجاره بين البلدين واتفاق التبادل التجاري الحر الذي تحاول كندا التوصل اليه الى جانب الاتحاد الاوروبي منذ قرابه اربع سنوات. تجدر الاشاره الى ان ايرلندا كما فرنسا تتخوف من تدفق كبير للحوم الابقار في الاسواق الاوروبيه علما ان 90% من انتاج لحوم البقر الايرلنديه يتم تصديرها باتجاه الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. هذه النقطه الاقتصاديه تعتبر من العثرات التي تحول دون التوصل الى اتفاق بين كندا والاتحاد الاوروبي، ويبدو ان الضغوطات نفسها ستمارس على الولايات المتحده الامريكيه الراغبه هي الاخرى بعقد اتفاق للتبادل التجاري الحر الى جانب الاتحاد الاوروبي. هذا ومن المرتقب ان تعلن اليوم الاثنين واشنطن عن بدء المفاوضات رسميا اتضح في الآونة الأخيرة أن المهاجرين الذين يخضعون للاختبار بغية الحصول على الجنسية الكندية يجدون صعوبة في الامتحان والذي يعتبر بمثابة المرحلة الأخيرة قبل الحصول على الجنسية وأشير إلى ارتفاع نسبة الأخفاق بشكل ملحوظ من تاريخ اعتماد الاختبارات الجديدة التي تعتبر أصعب من السابق والتي اعتمدت في الثامن والعشرين من أذار مارس والثالث والعشرين من تموز جويه 2012 وكشفت هيئة الاذاعه الكنديه القسم الانجليزي سي بي سي ان الفئات التي تصنف في خانه لم شمل العائلات تواجه صعوبه اكبر في الامتحان مقارنه بما هو الوضع لدى الفئات الاخرى، واعترف وزير الهجره الكندي جايزن كيني بالمشكله مؤكدا انه يعمل لايجاد حل لها، وسبق واعلن مؤخرا الوزير عن امكانيه اعاده الخضوع للامتحان بعد مرور عده اسابيع على تاريخ الرسوب، علما ان الفتره السابقه لمعاونة ودت الكره كانت تتراوح بين عدة اشهر وصولا الى عامين أكد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين باريس وأوتاوا على الرغم من العقبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي وأعلن في أعقاب لقاء جرى يوم الجمعة في قصر الإليزي عن تعزيز التعاون بين البلدين من حيث التبادلات التجارية والأمنية والدفاعية والإنسانية والثقافية وتندرج هذه المبادرة في إطار المباحثات المتواصلة حول امكانيه التوصل الى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الاسواق الاوروبيه والكنديه أكد أمس الأحد الزعيم الليبرالي الكندي جوستان تريدو أنه سيعوض على المنظمات الخيرية التي لجأت إلى خدماته كمحاضر لتمويل حملات التمويل الخاصة به لقاء مبالغ مالية مرتفعة، وأشار ريدو إلى أنه سيجد الأموال أو ربما وسائل أخرى لتعويض المنظمات عما لحق بها من خلال المشاركة ربما مجانًا بأحداث مستقبلية وحفلات لجمع التبرعات لصالح المؤسسات والمنظمات. المذكورة وسبق وكشف تريدو أنه قد تمكن من الحصول على مليون وثلاثمائة ألف دولار من الأتعاب التي حصل عليها لقاء المحاضرات التي ألقاها بين عامي 2006 و2009 وذلك حتى بعد انتخابه نائبا في مجلس العموم الكندي عام 2008 وانتقد مؤخرا تريدو بسبب رفضه تسديد أموال لجمعية خيرية في مقاطعة نيو برانزويك والتي سجلت خسائر في إطار حفل دعية إليه تريدو لإلقاء كلمة حيث تمكن من الحصول يومها على أتعاب بلغت قيمتها 20 ألف دولار دخل الأسبوع الماضي العضو السابق في مجلس العموم الكندي ريمون لافين إلى السجن لقضاء عقوبة تمتد على مدى ستة أشهر وسبق وصدر الحكم على لافين عام 2011 بسبب الاحتيال آه عفوا ريمون لافين هو عضو سابق في مجلس الشيوخ الكندي وصدر الحكم عليه عام 2011 بسبب الاحتيال وخيانه الثقه على يد قاض في المحكمه العليا في مقاطعه اونتاريو واستأنف لافيني الحكم الصادر بحقه مما اخر موعد تنفيذ الحكم. اعتبارا من منتصف ليل الأحد الاثنين أصبح الإضراب في قطاع البناء نافذا ويطال 175 ألف عامل في مقاطعة كبك من شأن هذا الإضراب المفتوح أن يشل الحركة في أكثر من قطاع وتعثرت المفاوضات حول الزيادة على الرواتب فالتحالف النقابي في قطاع البناء يطالب بزيادة بنسبة 3% للسنة الأولى في حين أن أرباب العمل يعرضون زيادة بنسبة 1% وعرب الناطق بلسان التحالف النقابي إيفولات عن أمله في أن يتصرف الطرف الآخر بحكمة وأن يقدم عرضا على مستوى المهارات والكفاءات التي يتحلى بها عمال البناء، مضيفا أن عمال البناء في كبك هم الأفضل حول العالم، وأشار ولات إلى أن الكرة أصبحت اليوم في ملعب جمعية شركات البناء في كبك من جهة أخرى أشارت الجمعية في بيان لها أنها تفاوض بنية حسنة، إنما التحالف النقابي رفض كل الطروحات التي تقدمت بها الجمعية. انتهى الموج شكرا لحسن المتابعه